يعني إخوانا لا شك أن مكبرات الصوت في هذا الزمان لها دور في إيصال صوت الأذان وما إلى ذلك، لكن أيضا لا ننسى أن الضجيج في هذه الأيام هو أكثر بكثير مما كان في مجتمع القرية البسيط قديما. تاريخيا كانت ولا زالت مئات بل آلاف المآذن الشامخة الشاهقة في تاريخنا وفي بلاد المسلمين قائمة بفضل الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذا أمر يرجع فيه إلى أهل الاختصاص، إذا قدر أهل الاختصاص أن بعض المآذن لم تبنى بطريقة صحيحة أو يخشى من خطر وقوعها على الناس، فلا شك أن سلامة أرواح الناس مقدمة على سلامة وبقاء هذه المآذن التي تشكل خطراً، وبالتالي بالإمكان معالجة ذلك بما تقتضيه المصلحة.